اليوم تم إطلاق نظام التعرف المرورية في إمارة أبوظبي على 4 مداخل أساسية لجزيرة أبوظبي، وهي جسر المقطع، جسر الشيخ زايد، جسر مصفح، وجسر الشيخ خليفة. هدف النظام الأساسي هو استدامة منظومة النقل. تحت مفهوم الاستدامة تأتي السلامة، تقليل الحوادث وضمان وصول سيارات الطوارئ من الدفاع المدني والإسعاف بشكل سريع من خلال هذه المعابر هو هدف أساسي. ضمان وصول طلاب المدارس إلى مدارس في الوقت المناسب هدف أساسي. ضمان تشجيع وسائل النقل العام هدف أساسي. مجموعة من الأهداف التي تأتي تحت الخطة الاستراتيجية للنقل البري بما يخدم استدامة المنظومة ورفع فعالية البنى التحتية اللي استثمرتها الحكومة. الحكومة اليوم تستثمر تقريبا 4 مليار سنويا بين طرق وجسور وأنظمة ذكية تساعد في استمرارية الحياة وسلاسة النقل للأفراد والبضائع والقطاع اللوجستي. هذا هو الهدف الأساسي اليوم. حابين نأكد للجمهور أن الحكومة الحمد لله بناء على التوجيهات الرشيدة من القيادة ستقوم بإعفاء جميع مركبات إمارة أبوظبي واللي يتجاوز عددها 80 مركبة من رسوم التسجيل. التسجيل راح يكون مجاني أثناء إطلاق النظام المتوقع أو المحدد له اللي هو تاريخ 15/10 من السنة الحالية. بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم راح يكون ذاتي، بمعنى أنه استخدمنا قاعدة البيانات الموجودة في مرور أبوظبي لجميع المركبات واللي تجاوز عددها 1 مليون مركبة لتسجيلهن بشكل تلقائي. فاليوم كل شخص عنده مركبة راح تكون المركبة مسجلة في النظام وراح يقدر يدخل على موقع دائرة النقل الرسمي وإدارة جميع المركبات المسجلة في ضمن محفظة إلكترونية سهلة التعامل من خلال استخدام الأنظمة الذكية المتاحة للجميع. في حال عدم وجود قدرة لدى بعض أفراد المجتمع من كبار السن ممكن يحضرون للخدمة مراكز خدمة العملاء، وسوف يتم التعامل معهم وتسهيل جميع إجراءات لهم بإذن الله.